تعالوا بقى نروح على اخبار ومستجدات النادي الاهلي وفرقه المختلفه. هروح للزميله العزيزه هنا ابو القاسم، هي موجوده دلوقتي في فرع النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا الفريق مستمر في الراحة السلبية، يعني كان منحها مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد انتهاء مباراة الهلال السوداني. الفريق إن شاء الله غدا هيستأنف تدريباته استعدادا بقى لمباراة مصر للمقاصة اللي هتكون يوم الثلاث ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني طبعا كعادة النادي الأهلي خلاص غلق صفحة الهلال السوداني، هيبدأ دلوقتي بقى يركز على مباراة مصر للمقاصة. يعني احنا طبعا بننافس على جميع البطولات. كمان عن ناشئين كرة القدم، ناشئين فريق 2001 أمس قدر يحقق فوز على فريق الشرقية للدخان بنتيجة 2-1، يعني ده طبعا كان ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الجمهورية، وبكده الفريق يكون رفع نقاطه لـ32 نقطة. أما عن ناشئين 2007 تم تأجيل مباراتهم أمس، يعني المباراة كانوا هيواجهوا المقاولون العرب لكن الحكم قرر تأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية. المباراة المفروض هيتم لعبها لكن في ميعاد لسه لم يتم تحديده. الاتحاد إن شاء الله هيحدد موعد جديد للعب المباراة. يعني ده فيما يخص أخبار كرة القدم. خلونا بقى نروح دلوقتي للألعاب الأخرى، والحقيقة أنه كان ويك أند حافل بالانتصارات. يعني البداية من فريق الجمباز، الحقيقة بطولة جديدة بتضاف لبطولات الجمباز داخل النادي الأهلي، ده بعد تتويج فريق الدرجة الأولى ببطولة الجمهورية والحصول على ميدالية ذهبية. الحقيقة أنه هو كان تتويج مستحق للفريق، يعني فريق الجمباز عمل بطولة كبيرة جدا، كانوا بيقاتلوا لآخر لحظة الحقيقة من أجل تحقيق ميدالية للنادي الأهلي. وكمان الحقيقة فريق ناشئين وناشئات تحت 16 سنة من لعبة ألعاب القوى أيضا قدر يتوج ببطولة الجمهورية. يعني زي ما قلت يا كريم، يا نهواند كان ويك أند حافل بالانتصارات. لو هكلم أكتر عن فريق ناشئين ألعاب القوة، الحقيقة كان بيشارك ب 85 لاعب ولاعبة من النادي الأهلي، قدروا الناشئين يحققوا 207 نقطة والناشئات يحققوا 169 نقطة عشان يتوجوا بقى ببطولة الجمهورية. يعني طبعا ببارك لفريق ألعاب القوة وجهاز ألعاب القوة بالنادي الأهلي. خلونا بقى نروح دلوقتي للعبة كرة الطايرة. رجال كرة الطايرة فريق الماسترز قدر يحقق فوز على فريق بتروجيت بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الدوري. الحقيقة المباراة كانت مباراة صعبة، يعني طبعا بتروجيت خصم قوي لكن كالعادة رجال الماسترز بيثبتوا ان هم على قدر المسؤولية. يعني الشوط الاول كان انتهى بنتيجة 25-20، الشوط الثاني انتهى بنتيجة 25-19، والشوط الثالث والاخير انتهى بنتيجة 25-23 عشان بقى يضيفوا 3 نقاط جداد لرصدهم. المباراة القادمة لفريق الماسترز هتكون يوم الثلاث امام طلائع الجيش، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان سيدات كرة الطايرة فتيات الذهب قدروا يحققوا فوز على فريق الجزيرة بنتيجة 3-0، يعني كان فوز الحقيقة سهل كالعادة. سيدات كرة الطايرة بيعملوا أداء كبير جدا، قدروا ينهوا الشوط الأول بنتيجة 25-8، الشوط الثاني بنتيجة 25-7، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-8. المباراة القادمة لسيدات كرة الطايرة هتكون غدا إن شاء الله أمام فريق هليوبلس ضمن أيضا منافسات بطولة الدوري. كمان الحقيقة شباب كرة الطايرة تحت 17 سنة قدروا يحققوا فوز على فريق سموحة بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. يعني الحقيقة فريق 16 سنة عمل مباراة كبيرة جدا، كان مسيطر على مجريات المباراة من بدايتها حتى نهايتها وقدر يكلل ده بالفوز. أخيرا بقى نروح للعبة كرة اليد. رجال كرة اليد قدروا يحققوا فوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة 33-21، ده طبعا ضمن منافسات بطولة الدوري. الفريق بيستعد جيدا هذه الفترة طبعا عشان عنده مباريات كتير متتالية، حتى الآن محقق سلسلة من الانتصارات وماشي بخطى ثابتة جدا في بطولة الدوري. المباراة القادمة هتكون يوم الخميس القادم أمام فريق طلائع الجيش، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق هم وكل الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي. يعني دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. نشكر الجزيل الشكر زميلتنا العزيزة هنا أبو قاسم على هذه التغطية.